الأمم المتحدة والمنظمة الشريكة نجحت يوم الاثنين في إدخال شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة ماضايا المحاصرة منذ 6 أشهر من قبل قوات النظام السوري. وعقب وصولها إلى البلدة الواقعة بالقرب من العاصمة دمشق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن رغبتها في إجلاء نحو 400 شخص مهددين بالموت بسبب معاناتهم من سوء التغذية ومشاكل طبية. لقد شهدنا مجموعة من الحالات الطبية، يقول المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى العديد من حالات سوء التغذية، ولكن أيضا الكثير من الناس هم ببساطة مرضى وفي حاجة ماسة لرعاية الصحية المناسبة. لا يوجد هناك أدوية وعليهم البقاء في ظروف لا تليق حقا بشخص مريض من أجل تلقي العلاج. ومن المقرر إدخال مساعدات إضافية خلال الأيام المقبلة إلى كل من ماضايا وزبداني والفوعة وكفرايا حسب الأمم المتحدة.